آمين. ايش كده؟ سامع؟ تمام، انا عامل كده شير سكرين، انت شايف؟ لا مين انت؟ بدأت تشير حاجة كده. عندك؟ اقفل عندك يا مين. طب هي ظهرت عندك؟ طب هي ظهرت؟ طيب انا ماشي. مين انت اللي فاتح عندك؟ تمام. طب ثانية، خليك معايا شوية. طيب طيب هو في حد داخل طب اسمه خليك مانوال، معايا ثانية. هو مش اه اسمه كده مانوال فتح جميل. معايا انا. اه طب هو كده دخل معايا. خلاص فورم افتح كده. طب تمام يا مينا، كده فتح. كده ظهر صح؟ طب بس انت بقى ايه، تمام. اعمل لوجين قدامهم، فاهم؟ ما تخش على طول على الابليكيشن، توريهم يتكتب هيشوف ازاي الباسورد الموضوع. بتاعي. لا لا لا، مش الباسورد مشكلة، ماشي. بيبقى مخفي اصلا، بيبقى بالاسم، مش هيشوفوه، ما تخافش. مع الكيبورد. الكيبورد ظهر اصلا قدامهم. على فكرة انت ممكن تغير الباسورد بعد كده، انا ما انا غيرته اعمل يعني كده. عادي. وش انا اعمل كده؟ بس هو انا مهند عايز ابراهيم كمان؟ لا لا ده مين طيب؟ مش عارف، ما تقريبا مش عرفنا يعني من بدري. طيب ماشي قشطة قشطة شادي. ماشي يا عم، فل قشطة، يلا مع السلامة. بسم الله.
البداية بك هتكمل الحكاية للألم نكتب نهاية بي وبيك كل خطوة هتبقى فرقة الحياة دايما مشاركة روحك انت معنا فرقة مسكين فيك خف على نفسك خف على غيرك أنا هدي سلاح يفيدك وعي كفاك سلاح شارك صحك بلدك عهدة في ساعد شارك إيفا فارما صحتك في أمان خليها لاستخدامها قليل العين أخذها وحصل منها بليدينج اوقف البليدنج ازاي لكن الحمد لله كلهم نزل ليهم انتيدوت البراكسابند ده للدابيجاتران وبعد كده الاندكسا ده للريفروكسبان والابكسابان وكلهم نزلوا سواء في امريكا او في اوروبا بس لسه للاسف ما نزلوش في مصر لكن هو الاندكسا اعتقد نزل في امريكا ب 2500 دولار تقريبا او 3000 دولار حاجه زي كده يعني والبرضه الانتيدوت بتاع الدابيجاتران نفسه بس طيب لما جم قارنوا النيو اورال انتيكواجولانت بالماريفان شوفوا مين فيهم احسن ده احسن ولا دي احسن كل الترايلز اللي اتعملت لقوا بصراحه ان الاثنين كومبارابل افكت يعني الماريفان زيه زي النيو اورال انتيكواجولانت بس النيو اورال انتيكواجولانت مور سيف واقل في البيت لما هم كافيكاسي الاثنين نفس الافكت دي الترايلز اللي قارنت ما بين الاثنين الريلي ترايل دي قارنت ما بين الدابيجاتران والماريفان الروك ترايل قارنت ما بين الروفاروكسيبان والماريفان الارستوتل ترايل قارنت ما بين الابيكسابان والماريفان والانجيش ترايل دي قارنت ما بين الابيكسابان والماريفان وكلهم طلع فيهم ان النيو اورال انتيكواجولانت سوبيريور عن الماريفان في السايد افكتس مش في الافكتس طيب امتى ادي نيو اورال انتيكواجولانت وامتى ادي ماريفان يعني امتى العيان ده اقول والله ده هديله نيو اورال انتيكواجولانت وامتى اقول والله العيان ده انا هديله ماريفان ده مذكور في الاوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي جايدلاينز 2018 هم اللي حددوا مين افضل عيان ياخد ماريفان ومين افضل عيان ياخد نيو اورال انتيكواجولانت الجدول ده من الجداول المحترمه جدا ولطيفه جدا هي الجدول ده كبيره شويه حوالي 70 صفحه 60 صفحه لكن بصراحه الجدول ده اختصر الدنيا كلها الحاجات اللي بالاحمر دي ما ينفعش ياخد نيو اورال انتيكواجولانت ده لازم ياخد ماريفان اللي هم البروستاتيك فالف اي بروستاتيك فالف هياخد ماريفان ومش هينفع ياخد نيو اورال انتيكواجولانت حتى في المستقبل المودريت تو سيفير ماتروستينوزس ده عمره ما هينفع ياخد برضه نيو اورال انتيكواجولانت لازم ياخد ماريفان اذا الميكانيكال فالف المودريت تو سيفير ماتروستينوزس والبايوبروستاتيك فالف بعد 3 شهور من العمليه لو هو من الاصل كان روماتيك ما كانش ديجنراتيف هما دول ثلاثه انديكيشنز لازم ادي فيهم ماريفان بقيه الانديكيشنز يعني مايلد ماتروستينوزس مايلد تو مودريت اي استينوزس ثاني في اي فالف ثاني غير الماترال تمام اي حاجه تاني كاردو مايوباسيك اي اف عادي نون فالفر حتى تمام كل ده ينفع ياخد نيو اورال انتيكواجولانت لكن ما ينفعوش البروستاتيك فالف مايلد مودريت تو سيفير ميترال ستينوزس والباي بروستاتيك فالف اللي هو روماتيك ان اوريجين يبقى هم دول التلاته انديكيشنز اللي لازم ياخد ماريفان وبالتالي ده سهل عليا الدنيا في انديكيشنز اكتر شويه اقدر اكتب فيها نيو اورال انتيكواجولانت براحتي طيب لما العيان بيبقى واخد انتيكواجولانت ويجي لي في الفول اب ايه المفروض اعمله له او ايه المفروض اشوفه له كطبيب شوف العيان ده ماشي على النيو اورال انتيكواجولانت الادرنس بتاعه مظبوط ولا مش مظبوط بيخش في سيستميك امبولايزيشن ولا ما بيخشش بيحصل منه بليدنج ولا ما بيحصلش مهم جدا ان اعمل له صوره دم لان حتى لو ما عندوش يعني مانيفيستاشن واضحه للبليدنج الا انا ممكن يكون عنده اوكالت بليدنج وده يظهر انه يكون عنده انيميا تمام بشوف other side effects من الدواء بشوف other co-medication عشان drug-drug interaction دي الحاجات المفروض عملها للعيانين اللي هم ماشيين على anticoagulant هو بيجيله في regular visits بتاعته طيب والله العيان بياخد ماريفان وانا عايز اقلبه على نيو اورال anticoagulant او بياخد نيو اورال anticoagulant وعايز اقلبه على ماريفان يا ترى بعمل switch ازاي ما بين الادوية دي العيان ده لو ماشي على ماريفان وعايز اقلبه على نيو اورال anticoagulant لو INR بتاع العيان اقل من او يساوي 2 يعني تحت الاثنين
ادي نيو اورال انتيكواجولانت على طول. يعني هو مثلا جالي النهارده بياخد ماريفان وانا شايف العيان تعبان من الماريفان ومش قادر يعمل التحليل باستمرار، عملت الاي ان ار لقيته 2 فما قال، اقول له خلاص انت من بكره هتاخد نيو اورال انتيكواجولانت وخلاص، ما فيش داعي ان ننتظر ولا اي حاجه، هو النهارده ماريفان بكره نيو اورال انتيكواجولانت. طب لو ان ار من 2 ل 2 ونص افضل استنى 24 ساعه. النهارده النهارده الثلاث جاي للعينه النهارده وانا اخدت الديسيشن نديله نيو اورال انتيكواجولانت، اقول له خلاص احنا الاربع مش هناخد حاجه ونبدا من الخميس ان شاء الله ناخد نيو اورال انتيكواجولانت. طب لو ان ار بتاعه اكتر من 2 ونص، يعني من 2 ونص ل 3، بوقف خالص وبعد يومين او 3 ايام بعيد الاي ان ار بتاعه، لو نزل تحت الاثنين اديله النيو اورال، لو ما نزلش افضل مستني لغايه ما ينزل ايه تحت الاثنين. طيب ده لو من الماريفان للنيو اورال انتيكواجولانت. طب لو العكس، يعني العين بياخد نيو اورال انتيكواجولانت وعايز اقلبه على ماريفان، بعمل ايه؟ في ما عدا الادوكسابان اللي هو بقلل الجرعه لنص، كل نيو اورال انتيكواجولانت تمشي عادي. يعني النهارده بياخد مثلا زاريلتو 20 مللي وانا قررت ان اديله ماريفان، هدي الماريفان مع الزاريلتو الاثنين مع بعضهم تمام، وبعد يومين بعيد بعمل اي ان ار، لو لسه تحت الاثنين افضل مكمل زي انا وعيد برضو الاي ان ار بعد 48 ساعه ومشي الاثنين مع بعضهم الماريفان ونيو اورال انتيكواجولانت. ليه؟ لان الماريفان زي ما قلت لحضراتكم بيشتغل بعد 48 ل 72 ساعه، فما ينفعش اوقف النيو اورال انتيكواجولانت وادي الماريفان ويبدا العين كده يومين ثلاثه من غير دواء، فلازم الاثنين بيتاخدوا مع بعض لغايه ما الاي ان ار يبقى فوق الاثنين، او ما الاي ان ار يطلع فوق الاثنين اوقف النيو اورال انتيكواجولانت على طول واخليني ماشي على الماريفان بس تمام. طيب لو العين ده بياخد كليكسان او هيبارين، لو هو بياخد هيبارين بعد الهيبارين ما يخلص بساعتين اقدر ادي نيو اورال انتيكواجولانت، يعني هو اخد سبكوتينيوس او انترافينوس هيبارين بعد الجرعه اخر جرعه بساعتين اقدر ابدا نيو اورال انتيكواجولانت. بس لو بياخد كليكسان في ميعاد الجرعه الثانيه، يعني ايه؟ يعني عين مثلا بياخد 9 الصبح و9 بالليل كليكسان، اخد كليكسان 9 الصبح يقدر امتى اقدر ادي النيو اورال؟ الساعه 9 بالليل او ثاني يوم تمام، يعني في ميعاد الجرعه الثانيه من الكليكسان، يبقى في نفس اليوم بس في ميعاد الجرعه الثانيه. طب العين ماشي على الاسبرين او كلوبيدوجريل او ماشي على الدواء الانتي بليتت وعايز اقلبه على نيو اورال انتيكواجولانت برضه في نفس اليوم، مفيش داعي ان ننتظر لان هم ما فيهمش مشاكل الاثنين مع بعض. طيب انهي احسن؟ انا عندي انواع كثيره من نيو اورال انتيكواجولانت، ابيكسابان، دوكسابان، دابيجاتران، انهي احسن فيهم؟ انا لما جبت في البراكتس بتاعي مين الافضل، دي ميتا اناليسيس وده حاجه من الحاجات اللي كانت لطيفه جدا من اقوى البيبرز اتعملت تقارن ما بين النيو اورال انتيكواجولانس وبعديها اتنشرت في الانترناشنال جورنال اوف كارديولوجي في 2018، قارنت ما بين كل النيو اورال انتيكواجولانس مع بعديها بكل الاستادس، لقيت ايه؟ ده اول حاجه الابيكسابان فيرسس الريفاروكسيبان، اللي على الشمال ده يعني معناها ان الابيكسابان احسن، اللي على اليمين ان الريفاروكسيبان احسن، والله معظم الترايل قالت ان الابيكسابان احسن من الريفاروكسيبان كبروفلاكسس اجينست السيربوفاسكوستر. ومن ناحيه البليدنج الابيكسابان مور سيف عن الريفاروكسيبان، هو واضح طبعا ان كل الترايلز راحت ناحيه الشمال وده معناه ان هو افضل في الـ في الـ في الـ في البليدنج او اقل في البليدنج من الريفاروكسيبان. طيب الابيكسابان فيرسس الدابيجاتران، احنا زي ما شايفين كده والله نص الترايلز بتقول ابيكسابان احسن والنص الثاني بتقول دابيجاتران احسن، يعني في تساوي بين الاثنين، بل بالعكس انا شايف ان ممكن يكون كمان دابيجاتران اقوى شويه، لكن من ناحيه البليدنج واضح تماما ان الابيكسابان مور سيف عن الدابيجاتران في البيدنج. اذا لو ريسك بينفيت ريشيو لا الابيكسابان افضل من الدابيجاتران. الابيكسابان والدوكسابان نفس القصه، الابيكسابان افضل، اذا افضلهم الابيكسابان. وعشان كده في الكونكلوجن بتاع الميتا اناليسيس وميتا اناليسيس ثانيه اتنشرت في ذا لانست بتتكلم تقول ايه؟ والله لو انا هقارن ما بين النيو اورال انتيكواجولانت والماريفان، النيو اورال انتيكواجولانت افضل من الماريفان. ده كلام البيبر اتنشر في ذا لانست. ليه؟ ان لو حطيت 8 ماريفان على 8 تحليل اي ان ار اللي بيتعمل كل اسبوع هيساوي بالظبط 8 نيو اورال انتيكواجولانت. يعني العيان مثلا بيعمل اي ان ار كل اسبوع، 8 التحليل 50 جنيه، 4 ايام 4 مرات في الشهر يعني 200 جنيه، والماريفان مثلا 58 جنيه يعني بيكلف 250 جنيه في الشهر. اي جينيريك من نيو اورال انتيكواجولانت بيتكلف حوالي 390 او 400 جنيه في الشهر. اذا الفرق ال 100 جنيه دوت في السيفتي بتاع العيان افضل من، يبقى ده كلام البيبر ذات نفسها ان الكوست بنفيت ريشيو بيقولوا نيو اورال انتيكواجولانت احسن. في وسط نيو اورال انتيكواجولانت دي ترتبوا كده افضلهم من ناحيه الافيكاسي والاقل في السايد افكس هو الابيكسابان اللي هو الاليكوس، يليه الريفاروكسيبان اللي هو الزاريلتو، يليه الدابيجاتران، متاسف يليه الادوكسابان، واخر حاجه الدابيجاتران. يبقى الدابيجاتران ده اقلهم في السيفتي والابيكسابان ده اعلاهم في السيفتي والافيكاسي.
طيب ده دراج دراج انتر اكشن بتاع نيورال انتيكواجلانت, وانا اخترت جيو ده الانتي ابليتيك دراج دراج انتر اكشن. في حاجه لطيفه جدا, الحاجات اللي بالبني دي الدارك براون معناها كونترا انديكيتد تمام, والوايت نو ريليفانت دراج دراج انتر اكشن, واللايت شود بي يوزد ان كوشسلي. واخدين بالكم ان الليفوتيراسيتام مع كله واخد دارك براون, يعني مع كل نيورال انتيكواجلانت shouldn't be used لانه بيقلل البلازما ليفل او بيأثر على البلازما ليفل. دي حاجه من الحاجات اللي لازم اخدها, ان لو هكتب نيورال انتي كواجولانت يستحسن ما اكتبش الليفوتيراستام. الجدول ده من الحاجات المهمه, لان احنا عايليننا كتير بيبقى بياخدوا انتي ايبوليبتيك مع الانتي كواجولانت, فلازم اخد بالي من الايه من الجدول ده بالذات. طيب الدبجه النيورال انتي كواجولانت زي ما قلت لحضراتكم ما بيتبعوش, لكن طب انا لو في وسيله عايز اعرف بيها الافيكاسي بتاع الدواء او شغال ولا مش شغال ولا ايه ظروفه, طب اعمل ايه؟ عاده بيتعمل حاجه اسمها بلازما ليفل اوف دراج. بلازما ليفل ده للاسف ما بيتعملش عندنا في مصر. طب هل في ميثود ثانيه اقدر اتابع بيها؟ في حاجه اسمها اندايركت ميثودز. الاندايركت ميثودز يعني مثلا الدبجه تري لو ان بيعلي جدا الثرومبين تايم, ده ما اقدر اتابعه بالثرومبين تايم. الابيكسابان لو والله ان بيعلي البروثرومبين تايم والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم الى حد ما. الريفاروكسيبان اللي هو زليلته بيعلي جامد البروثرومبين تايم. اذا دي الحاجات اللي هي الاندايركت ميثودز اللي اقدر اكنترول بيها, اشوف والله الدواء شغال والعيان ده انتيكواجوليتد ولا مش انتيكواجوليتد. وين شود اورال انتيكواجولانت بي انيشيتد, يعني عيان جالي بستروك واي اف وحصل له ستروك, امتى ابدا له الانتيكواجولانت كسكندري بريفنشن؟ وده حاجه من الحاجات المهمه جدا, وده كان سؤال او 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 ريفيو ارتكل انتشر في زلانسيت في 2019 عن افضل تايم ان ابدا فيه الانتيكواجولانت بعد الستروك. التايمنج بتاع الانتيكواجولانت افتر ستروك بيختلف حسب ايه؟ حسب الحجم بتاع الانفاركشن وحسب الجنرال كونديشن بتاعه العيان او ان اي اتش اس سكيل بتاع العيان. بمعنى والله العيان دوت لو ال NIHS سكيل بتاعه من صفر الواحد, يعني واحد ترانس اسكيميك اتاك وعدت او حاجه فيري مينيمال, يبقى ساعتها اقدر ابدا له الانتي كواجولانت من ثاني يوم على طول. يعني ايه ثاني يوم؟ اسف, يعني النهارده حسيت له ترانس اسكيميك اتاك, ادي له من النهارده على طول الايه النيورال انتي كواجولانت او الانتي كواجولانت اللي هديه له. طيب لو هو مايلد ستروك, مايلد ستروك يعني ال NIHS سكيل بتاعه اقل من 3, يستحسن استنى 3 4 ايام. لو الانفاركشن صغير او ال NIHS سكيل بتاعه اقل من 3. طب لو هو مودريت ستروك, يعني ال NIHS سكيل بتاعه من 3 ل 8 او من 3 ل 9 والانفاركشن كبيره شويه في السيتي, يبقى ابدا امتى؟ ابدا بعد اسبوع, ده هي المودريت ستروك. طب لو هي سيفير ستروك ابدا بعد اسبوعين, يبقى استنى على الاقل من 12 ل 14 يوم. اذا الانتي كواجولانت ما بيتاخدش في اول يوم في كل العيانين, لا ده هو تي اي اي بيتاخد في اول يوم, لو ماينور ستروك بعد 3 ايام, لو مودريت بعد اسبوع, ولو سيفير بعد من 12 ل 14 يوم. ده سكيم بيقول لي العيانين نفس الفكره اللي انا قلتها لحضراتكم بالظبط بحسب الاي انش سكيل وحجم الانفكشن. ده سيرفي اتعمل في انجلترا وعملوا كده زي جروب من نيورولوجيست اللي هم مختصين بالستروك, واتنشر في ربنا ستروك جورنال, وقالوا على افضل تايمينج ادي فيه الانتي كواجولانت بعد الستروك. وكان نفس القصه, الخط الاصفر دوت التي اي اي في اول يوم, الخط الازرق ده المايلد ستروك من يوم الثالث للرابع, الخط الاخضر ده المودريت من يوم السابع للثامن, والخط الاحمر ده السيفير هو من يوم ال14 لل15. بالتالي حتى النايس جايد لاينز اللي بتاعت انجلترا واخده نفس الاتيتيود او واخده نفس المتابعينها نفس الاتجاه. طيب انا دلوقتي هدي الانتي كواجولانت بعد اسبوع, بعد اسبوعين, بعد فتره من الزمن. طب الفتره دي اللي هي من صفر لغايه 14 يوم العيان يعمل فيها ايه؟ اديله فيها اسيبه كده من غير اي حاجه؟ في ناس كانت بتقول ان احنا نعمل حاجه اسمها بريدجنج. يعني ايه بريدجنج؟ يعني بدي هيبرين لو مولكولار ويت هيبرين لغايه ما ابدا ادي الانتي كواجولانت فول دوز. او في ناس تانية بتقول لك والله انا جاي كده الميرفاندا بياخد وقت عشان اشتغل, فابدا ادي كليكسان قبلها بفتره عشان خاطر حاجه اسمها بريدجنج لغايه ما يبدا الميرفان يشتغل او الانتي كواجولانت يشتغل. دي بيبر اتنشط في ستروك 2019 بتقول الانتي كواجوليشن افتر ستروك بريدجنج ولا مش بريدجنج, يعني اعمل بريدجنج ولا ما اعملش بريدجنج. كان الريزلتس بتاعتها ان العينين اللي حصل لهم بريدجنج كان عندهم هاير ريسك اوف ايرلي اسكيميك ريكورنس اند هيموراجيك ترانسفورميشن من الناس اللي ما تعملهمش بريدجنج. يعني الناس اللي اخذوا كليكسان او هيبارين لغايه ما بداوا الانتي كواجولانت, الناس دول دخلوا في هيموريش وحصل لهم مشاكل اكتر من الناس اللي ما اخذوش. وبالتالي هو ما حدش يعمل بريدجنج, يعني العين هيقعد اسبوعين او 10 ايام ما تدوش فيهم اي انتي كواجولانت خالص, اصبر. طب ادي له ايه؟ الانجليز بيدوا اسبرين 300 مللي في اليوم, ده لو عيان ريسكي. لا
العيان مش ريسكي ممكن تديله اسكوسيت 75 لغايه ما اقدر اديله الانتيكوجول، انما ما ينفعش اديله ايه هيبرين او لو مولكولابوت هيبرين بجرعات عاليه في الفتره دي. طيب السؤال الثاني، هل ممكن ادي اورال انتيكوجولانت واسبرين؟ يعني ممكن ادي الاثنين مع بعضهم كومباينيشن ده، وهل لي وجود في النيورولوجي؟ قال لي وجود في بعض الاحوال، مش كل الاحوال، الحاجات كده فيري سيلكتد، زي ايه؟ زي ما اتحرك الكريسندوتيه، عيان بيخش في ترانس اسكيميك اتاك وانا بديله مثلا اسبرين بلافكس، وهو داخل في ترانس اسكيميك اتاك وانا بديله اسبرين بلافكس، ساعتها هشيل البلافكس واحط مثلا ماريفان بجرعه صغيره مع الاسبرين عشان ادي انتيكواجولانت وانتيبليتات. عيان عنده كاروتيد ستينوزيس في حاجه اسمها انستيبل بلاك، بلاك عماله تروح وتيجي، تمام، كل شويه تطلع شاورز، ده بياخد برضو انتيكواجولانت مع الاسبرين. العيان عنده بروجريسيف لارج فيزل اوكلوجن، يعني مثلا عنده سيفير كاروتيد ستينوزيس وعمال يزيد كل شويه بالرغم انه ادي له دول انتيبليتات، فبدي له انتيكواجولانت مع انتيبليتات بالذات لو في الكلام ده في البازيولار ارتري. العيان الميكانيكال فالف او البروستيتك فالف وده حاجه من الحاجات اللطيفه جدا، العيان ده مركب بروستيتك فالف وماشي على انتيكواجولانت وما زال بيخش في الترانس اسكيميك اتاك او في ستروك بالرغم من انه والانتيكواجولانت. العيان بتاع البروستيتك فالف ده مثلا الاي ان ار بتاعه المفروض يكون من 3 ل 4 وبعمل له اي ان ار بلاقيه من 3 ل 4 والراجل بيخش في الترانس اسكيميك اتاك وماشي على ماريفان وماشي كويس، اعمل ايه؟ ادي اسبرين مع الماريفان. ودي الجايد لاينز بتاع الانتي ثرومبوتيك اند ثرومبوتيك سيرفي فور فالفر ديزيز امريكان سوسايتي اوف تشيست ميديسين، ودي الميتا اناليسيس او كوكرين داتابيز الانتي بيت انتي كواجولانت في البروستيتك هارد فالف، والاثنين وصلوا للكونكلوجن ان الاسبرين 100 ملي مع الماريفان هو سوبيريور عن الماريفان لوحديه في الناس دول اللي هو الناس اللي هم بيبقوا ماشيين على انتي كواجولانت وما زال بيخش في شاورز او ثرومبو امبوليك مانيفيستيشن بالرغم من انه ويل انتي كواجولانت. يبقى الثلاثة indications دول هم اللي أقدر أدي فيهم ماريفان مع أسبرين، مش يعني حاجات limited، مش كتير. طب النيو أورال anticoagulant مع الأسبرين إمتى أقدر أدي نيو أورال؟ بصراحة ما فيش كلام كتير على الكلام ده، لكن في ترايل اللي هي الكومباس ترايل ودي لسه منشورة قريب في خلال السنتين اللي فاتوا، دي قارنت ما بين كذا كومباينيشن من الانتيكواجولانت والانتيبليتيك، فلقوا ان ريفاروكسبان ب 2.5 مللي بلس اسبرين فيري سوبيريور في العينين بتوع الاثيروسكلروزز وفيري سوبيريور كبروتكشن اجينست الاسكيميك ستروك. بس في مشكله ان ريفاروكسبان 2.5 مللي دي مش موجود عندنا في مصر، يعني الدوز دي لسه ما نزلتش عندنا في مصر. ثانيا هي لسه حاجه قيد الاختبار لان هو الترايل دي ما اتعملتش عن عينين كتير، دول شالوا منهم عينين لاكنر ستروك والعين كان عندهم باست هيستوري في سيريبرال هيموريج وناس اللي كان عندهم اولد ستروك، يعني كان اكسكلوجن كرايتيريا بتاعتها كتيره، وبالتالي ما اقدرش احكم على القصه دي بصوره قويه. يبقى اذا ان موضوع الكومباينيشن بين نيو اورال انتي كواجولانت والاسبرين لسه جديد، لسه ما لهوش كلام، ولما بيتكلم عليه بيتكلم على لو دوز اوف ريفاروكسبان اللي هي 2.5 مللي، يعني ربع قرص 10 مللي، ما هوش جرعه اكتر من كده. طيب لو عيان ماشي على انتيكواجولانت ودخل في سيربا هيموراج، دي بنشوفها كتير، عيان بروستيتك فالف وحصل له سيربا هيموراج، او عيان ستروك عادي ودخلت وديت له كليكسان واسبرين وحصل له سيربا هيموراج، هل اوقف الاورال انتيكواجولانت؟ ولو وقفته هل المفروض ارجعه؟ ولو رجعته امتى ارجعه؟ اول حاجه لو العيان فضل ياخد الانتيكواجولانت الهيموراج بتاعه هيزيد، يعني الورفرين لوحديه بيزود اللابيتو في البليدنج من 3 ل 5 مرات. لو انا عنده هيموريج فالليبيتي اوف الانكريزنج الهيموريج ده بالتاكيد هتزيد. في نفس الوقت انا لو وقفت الماريفان دي الليبيتي في الثرومبو امبوليزم هتزيد، ودي ميتا اناليسيس شافت العين اللي وقفوا الانتيكواجولانت ايه اللي حصل لهم؟ لقوا العين دول حصل لهم اسكيميك ستروك، يعني نسبه كبيره من حصل لهم اسكيميك ستروك في اول شهر، ومعظمهم كان في اول اسبوع في اول الشهر، يعني بعد ما وقف الماريفان في خلال اسبوع فرصه او نسبه فرصه العين يخش في ستروك دي فرصه كبيره مش قليله. طيب اول حاجه لو عنده حصل لهم راجك ترانسفورميشن، يعني انا بديله انتيكواجولانت وهو انفاركشن كبير والانفاركشن ده حصل له فيه هيموراج، دي بنشوفها كتير، امتى ارجع الاورال انتيكواجولانت؟ المفروض اوقف الاورال انتيكواجولانت 12 يوم على الاقل، تمام، وبعد 12 يوم ابدا ارجع الاورال انتيكواجولانت. يبقى العيان عندهم راجك ترانسفورميشن انتيكواجوليشن شود بي ستارتد 12 يوم افتر الانسيت بتاع الهيموراجيك ترانسفورميشن. طيب لو عيان ما عندوش ستروك وهو كان بياخد انتيكواجولانت مثلا اي اف او بروستيتك فالف ودخل في السيريبرال هيموراج من الانتيكواجولانت وخلاص وانا بعالجه، طب انا عايز ابدا ارجع له الاورال انتيكواجولانت، ارجعه له امتى؟ دي ميتا اناليسيس اتعملت على ترايلز كتير وفي اماكن مختلفه من العالم، و
معظم الترس دي قالت ان لا والله انا عندي لازم يرجع الانتيكواجولانت، ما ينفعش اقفل الانتيكواجولانت فتره طويله. امتى بقى التايمينج بتاع الريستارت؟ قالوا ان المفروض اقل حاجه هي 14 يوم، يعني المفروض عشان خاطر العيان ماشي على الانتيكواجولانت وحصل له هيموريج مش المفروض ارجعه قبل 14 يوم. تمام. طيب هل 14 يوم دي خلاص فيكسد؟ لا والله هي مش فيكسد، هي فيكسد للعيانين الهيموريج العاديين، لكن في بعض العيانين هم بتوع البروستيتيك فالف ودول ما اقدرش اصبر عليهم 14 يوم، لان لو صبرت عليهم 14 يوم من غير انتيكواجولانت الفالف هيقفل وممكن العيان ده يموت، دول ممكن استثنيهم. طب استثنيهم ابدا قد ايه؟ ابدا على الاقل بعد 6 ايام. يعني اي عيان عنده بروستيتيك فالف عصله سيرجر هيموريج اقدر اوقف الانتيكواجولانت لغايه اليوم السادس، وبعد اليوم السادس يعني بدءا من اليوم السابع ارجع الانتيكواجولانت. ودي اليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي جايد لاينز، دي جايد لاينز بتاعت اليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي مش بتاعت النيورولوجي. يبقى اذا هم السوسايتي بتقول ايه؟ ان والله العيان اللي عنده بروستيتيك فالف عصله سيرجر هيموريج يستحسن نستنى عليه 13 يوم، لكن لو انا ما عرفتش استنى ال 13 يوم دول والراجل حالته صعبه وانا مش هقدر انتظر عليه اكتر من كده، يبقى ايه؟ يبقى اقل حاجه اليوم السادس. طيب ده بالنسبه للانتيكواجولانت. طب لما اجي ارجع هرجع الانتيكواجولانت عادي؟ يعني ارجع لماريفان زي ما كنت بدي؟ والله لو العيان فيه فرصه ان ياخد نيو اورال انتيكواجولانت بالذات الابيكسابان هيكون افضل، مفيش زي البروستيتيك فالف كده، يبقى يرجع ماريفان بنفس التايمنج اللي انا قلت عليه. طيب لو هو العيان مثلا انا خايف يخش في بروفلكس في دي في تي، وهو العيان راجل بيدريدن وكده وانا عايز ادي له حاجه كبروفلكسس اجريس دي في تي، ينفع يكون عنده سيربرا هيموريش وياخد كليكسان او بروفلكسس اجريس دي في تي؟ ينفع بدءا من اليوم الاول للرابع، يعني في خلال 3 4 ايام بعد السيربرا هيموريش اقدر ادي له لو دوز اوف كليكسان او لو دوز اوف سبكوتينوس سيبرين او لو دوز انترافينوس سيبرين از ا بروفلكسس اجريس دي في تي. وده برده ميتا اناليسز نشر كذا ترايل بتقول انهم بدءا من اليوم الرابع او من اليوم الاول للرابع از ات سيف ان ادي لو دوز لومنوكلاويتيبرين از ا بروفلكس اجنس دي في تي في العيانين دول. طيب في كومبليكيشن مشهور جدا وانا بتعامل مع الانتيكواجولانت لازم ابقى عارفه، وفي كتير مننا ما يعرفوش ما بياخدوش بالهم منه، ودي حاجه من الحاجات المأساويه اللي هو ايه؟ اللي هو الهيبارين اندوس ترومبوسايتوبينيا. طالما انا بدي هيبارين وبدي كليكسان لازم ابقى عارف الكومبليكيشن ده. ايه الكومبليكيشن ده؟ ده كومبليكيشن بيحصل من الهيبارين ومن الكليكسان، يعني بيحصل من الاثنين مع بعض. واحنا بندي الكليكسان كتير فلازم عارفين القصه دي، او بندي اللومنوكلاويتيبرين كتير. الهيبر اندوستر مصابين نوعين، النوع الاول ده بيحصل في خلال اول يومين بعد ما باخد اللوملوكتر ويت هيبرين، النوع الثاني بيحصل من 4 ل 12 يوم، والنوع الثاني ده هو أسوأ بكتير من النوع الاولاني. يعني ايه اللي بيحصل؟ البليتلت كاونت بيقل بنسبه 50%. يعني ايه؟ يعني انا مثلا البليتلت كاونت بتاع 40,000 بدات تاخد الهيبرين او الكليكسان، هلاقي نفسي في خلال يومين ثلاث ايام البليتلت بتاعتي نزلت من 400,000 ل 200,000، هي ستيل نورمال بس نزلت 50%. اول ما الاقي البليتلت كاونت بينزل بنسبه 50% فما اكتر اعرف عيني على طول ده داخل ايه؟ في هيبارين اندوس ثرومبوسايتوبينيا. ولازم اوقف الانتيكواجولانت مباشره وانا بديله، يعني انا بدي هيبارين او كليكسان لازم يقف مباشره ما ينفعش يكمل. ليه؟ مشكله الهيبارين اندوس ثرومبوسايتوبينيا ده بيعمل حاجه زي الدي اي سي، يعني ايه؟ العين بيخش في ثرومبو امبوليزم في نفس الوقت لايبيلتي اوف بليدنج، البليتلت بتقل وهو في نفس الوقت بيخش في ثرومبو امبوليزم، دي حاجه من الحاجات الفيتال. يعني العين ده بتلاقيه بتؤدي للوفاه، بيخش في ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن، بيخش في بلمار امبوليزم، بيخش في انفكشن ثانيه، بيخش في اكوت اسكيميا. ده لو انت فضلت مستمر على انتيكواجولانت اللي هو ماشي عليه العيان ده، الراجل ده هيموت. العيان ده في الاول بيبدا يحصل له سيستميك مانيفيستاشن في السايت زي مثلا سكين ليجن ات سايت اوف انجكشن، يحصل له فيفر، بيحصل له ديسنيا، بيحصل له تشيست بين، ويبدا بعد كده يحصل له ايه؟ ريبيتد ثرومبو امبوليزم. عشان كده لازم واخد بالي كويس جدا من هيبارين اندوس ثرومبوسايتوبينيا، وانا بدي العيان كليكسان هيبارين اعمل صوره دم قبل ما اديله، واتابع صوره الدم دي كل يومين ثلاثه اشوف البليتلت كاونت بتاعه اخباره ايه. لو قل بنسبه تزيد عن 50% او 50% اوقف على طول مباشره. طيب لو هو دخل في هيبارين اندوس ثرومبوسايتوبينيا ايه البدائل او الالترناتيفز المفروض اديها له؟ اول حاجه اللي هو الدواء اللي اسمه اريكسترا او الفوندا بارينوكس، وده موجود في مصر، ده اللي بديه كبديل للهيبارين للكليكسان والهيبارين في الهيت. تمام. وده الانديكيشن المين بتاعه، ما بيتاخدش غير في كده. النيو اورال انتيكواجولانت اتجربت ولقوا انها سيف، لكن لسه ما فيش اف دي ابروفال بالكلام دوت. والراجل ده لو خلاص بقى الموضوع سيفير وابتدى يخش في سيستميك مانيفيستاشن وثرومبو امبوليزم وبليدنج وبخشه زي الدي اي سي، في الحل الاخير ندي اي في اي جي مع الاريكسترا او النيو اورال انتيكواجولانت اللي بديهم، لان ده هيبقى ساعتها لايف سيف. بريدجنج،
يعني ايه بريدجنج انتي كوجوليشن؟ يعني عيان بياخد انتي كوجولانت وهيعمل عمليه، والله عيان ده عنده ستروك ويقف وجي والله قال لك انا هعمل عمليه والدكتور قال لي لازم توقف دواء السيوله. طب ايه المفروض اعمله يا دكتور؟ عيان عنده بروستاتيك فولف ودخل في ستروك ويعمل له عمليه كسر حصل اي حاجه، ويجي يقول لك انا دلوقتي الدكتور بيقول انك لازم توقف دواء السيوله، اعمل ايه؟ ده البريدجنج، ده معنى البريدجنج، ان انا لازم الراجل ده هيعمل عمليه فلازم اظبط له موضوع الانتي كوجولانت عشان ما ينزفش جوه العمليه وفي نفس الوقت عشان ما يخشش في ستروك. البريدجنج لازم في عينين معينين اللي هم الناس اللي بيحصل لهم امبوليك ستروك او عين عنده ستروك في خلال الثلاث شهور اللي فاتوا، اي عيان مركب بروستاتيك فالف، اي عيان عنده اي اف والشاذ تو سكور بتاعه 5 فما اكتر، اي عيان كان عنده فينوس ستروك ولازم يمشي على انتي كوجولانت فتره، دول المفروض يتعمل لهم بريدجنج. طب البريدجنج ده بيتعمل ازاي؟ باجي قبل العملية بخمس أيام آخر جرعة ماريفان ياخدها قبل هو متأسف في الأول في عند في البريدجنج ده في ناس اللي هما low risk of bleeding وبعد كده في moderate risk of bleeding وفي high risk of bleeding. الناس اللي low risk of bleeding زي واحد يخلع درسه ده مش المفروض يوقف الانتيكواجولانت. انا عارف طبعا الدكاتره السنه دايما يقولوا وقفوا الانتيكواجولانت، لكن في كل الجايد لاينز يقول لك ايه، هو يمشي عادي على الانتيكواجولانت وياخد ترانكزاميك اسيد اللي هو الكابرون 500 قرص مرتين في اليوم اللي يخلع فيه درسه، ده فور سيفتي اوف ذا بيشنت، وحتى لو وقف يوقف يوم واحد انا ما وقفش اكتر من كده. لكن في كل الجايد لاينز يقول لك اللو ريسك اوف بليدنج مش المفروض يوقف الانتيكواجولانت. طب امتى اوقف الانتيكواجولانت؟ لو هو مودريت ريسك اوف بليدنج او هاي ريسك اوف بليدنج. طب اوقفه ازاي؟ قبل العمليه بخمس ايام ياخد اخر جرعه ماريفان، بعد كده اليوم الرابع قبل العمليه ما ياخدش ماريفان خالص، واليوم الثالث قبل العمليه ما ياخدش ماريفان خالص، نيجي اليوم الثاني قبل العمليه اللي هو دي ماينس 2 اللي هو قبل العمليه بيومين، بعمل اي ان ار والله لقيته اقل من 2 ببدا اديله لو مولكولر ويت هيبرين، لو لقيته اكتر من 2 بديله فيتامين كاف عشان انزله واخليه اقل من 2، اجي قبل العمليه بيوم بدي لو مولكولر ويت هيبرين الصبح بس ما مديش بالليل، يعني هو يعمل العمليه مثلا الجمعه الساعه 10 الصبح مثلا، باجي يوم الخميس اديله الخميس الصبح بس ما ادوهش الخميس بالليل، تمام؟ يوم العمليه بدي بروفلاكتيك لو دوز ولو مولكولار ويت هيبرين، وده بيتاخد بعد العمليه بست ساعات على الاقل، ما اديش قبل العمليه حاجه. بعد العمليه بيوم، بعد العمليه ب 24 ساعه ببدا اديله برضه بروفلاكتيك لو مولكولار ويت هيبرين وابدا الهيبرين، ببدا سوري الماريفان بالجرعه السيرابيوتيك زي ما انا، لان هو ماريفان بياخد من 3 ايام لخمس ايام عشان يشتغل، بالتالي بديه في اول يوم بعد العمليه، هو مش هيشتغل على طول هياخد وقت عشان يشتغل، بس انا بديه اول يوم بعد العمليه عشان يبدا يشتغل، وابدا ادي في اليوم الاول البروفلاكتيد يعني سمول دوز اوف كليكسان مع الماريفان، في اليوم الثاني بعد العمليه سمول دوز كليكسان مع الماريفان، في اليوم الثالث ببدا اعلي جرعه الكليكسان شويه لان خلاص الريسك اوف بليدنج كل مدى بيقل، اليوم الرابع بعد العمليه بدي برده دوز اكبر شويه من الكليكسان مع الماريفان، اجي في اليوم الخامس بعد العمليه بعمل اي ان ار لقيت اكتر من 2 وقف الكليكسان وتويني ماشي على الماريفان، لو لقيته اقل من 2 خليني ماشي الكليكسان مع الماريفان. ده البريدجنج، دي الجرعات المفروض اللي هي ما المقصود بالبروفلاكتيك وما المقصود بالثيرابيوتيك. طيب ده في الماريفان. طب في النيو اورال انتي كواجولانت البريدجنج ده بيتعمل ازاي؟ هاي بليدنج ريسك لو بليدنج ريسك اللي هو الجدول اللي قدامي، المفروض اللاست دوز بتبقى قبل العمليه بثلاث ايام، وبعد كده قبل العمليه بيومين بوقف، لو العيان ده هاي بليدنج ريسك برجع بعد العمليه بيومين او ثلاث ايام، يبقى لو هاي بليدنج ريسك بوقف قبل العمليه بيومين تمام وبرجع بعد العمليه بيومين او ثلاث ايام، لو هو لو بليدنج ريسك بوقف قبل العمليه بيوم وبرجع بعد العمليه بيوم، تمام؟ وهنا موجوده بصوره يعني مفسره حسب الكرياتينين كليرنس بتاع العيانين وحسب وزنه وحسب كل حاجه، لكل دواء من الادويه اللي ماشي عليه ايه المفروض اعمله. الجدول ده من الحاجات الممتازه جدا وده فيري ابديتد، ده من اب تو ديت 2020 يعني حاجه فيري ريسنت، يعني لو نقدر نخليه على 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 الموبايل بتاعنا او نخزنه عندنا هيبقى حاجه ممتازه جدا. طيب ده البريدجنج اعمله ازاي وايه المفروض اعمله. نيجي حاجه تانية المفروض اتكلم عليها اللي هي الديسليبيديميا، العيان بتوع الاستروك بعد ما دخل في استروك ايه المفروض اعمله؟ دي حاجه من الحاجات المهمه ودي بعيده عن الانتي كواجولانت، ان المفروض ان لازم اقلل ال دي ال بتاع العيان بصوره كبيره جدا از سكندري بريفنشن اجينست السيرفو فاسكولار استروك، لان يعني كل ما ال دي ال عالي كل ما العيان لابيته ان يحصل له ريكارنس اسكيم استروك عالي. ده جدول بيقول لي ال دي ال المفروض تفضل ايه، او عاده العيان ده عشان تو بروتكت هيم لازم ال دي ال تكون 70 فما اقل، يعني كل ما ال دي ايه قلت
يبقى انا لو انا بدي الاستاتينز او الليبيد لورنج دروب يبقى اخد بالي ابص دايما وانا بدي على ال دي ال. كل ما ال دي ال قلت معناه العيان ده مور بروتكشن. المفروض افضل حاجه ان ال دي ال تقل عندها هي 70. يبقى اذا من 70 ل 100 ده رينج ممتاز ليا. يبقى اذا اخد بالي وانا بدي الاستاتينز او لورنج دروب ال دي ال لازم يكون ايه ما بين 70% وافضل حاجه ان يكون تحت ال 70. وشكرا جزيلا لحضرتك. شكرا انا خلصت وشكرا جدا وشكرا لحسن استماعكم. انا عارف ان انتوا زهقتوا طبعا من المحاضرات الاونلاين والويبينارز وكده, هو يعني ربنا يعدي الايام دي على خير ونرجع نتقابل تاني. وشكرا جدا لحسن استماعكم ومتاسف اذا كنت طولت عليكم النهارده. شكرا ليك يا دكتور احمد على المحاضره الشيقه جدا. نشكر حضرتك يا بابي. نشكر حضرتك يا دكتور على المحاضره الجميله دايما حضرتك عودتنا عليها دايما كده يا دكتور. عايز الدكتور دودو عايز استاذنك يا دكتور احمد لو حضرتك ممكن تشيل الشير سكرين باذنك. حاضر دي واحده. ستوب شير. حلو يا دكتور الصوره اللي حضرتك عملتها في الاخر دي دمه كله اونلاين يا شيخ. هو حقيقي للاسف دلوقتي. ده حقيقي والله يا دكتور, يعني كلنا اليوم كله فيه اونلاين اونلاين اونلاين. تقريبا الحياه العاديه احنا نسيناها يعني. يلا ربنا يعدي الايام على خير ونرجع نتقابل تاني. امين يا رب. امين يا دكتور. امين. شكرا دكتور احمد. العفو يا فندم. يعني احنا حابين نفكر الدكاتره الافاضل ان احنا ان شاء الله في الابليكيشن ده حضرتك لو حد فاته اي ويبينار من الويبينارز حيث يقدر يخش على الابليكيشن بتاعنا اللي هو ايفا ار اكس ويقدر يشوف اي ويبينار من الويبينارات دي على الابليكيشن, سواء دكتورة مريم كريكوي او سواء دكتور انتونيلي اللي من ايطاليا ده كان اول ويبينار معانا. دكتور احمد ناصر حضرتك لسه موجود معانا؟ انا موجود يا فندم. تمام. هو في بس دكتور في اسئله كويستشن داخله على الشات لو حضرتك حابب. يا فندم مفيش مشكله. تمام. طب هو دكتور في سؤال بيقول لحضرتك ان كيس اوف كريبتيكال سينوس ثرومبوزز نيو اورال انتي كواجلانت بيتر اور اولد. كويس. بص يا فندم هو في الاكيوت ستيج يعني في اول اسبوعين من الفينوس ستروك ادي كليكسان وهيبارين. تمام. في ترايلز معموله او في حاجات اوف ليبل بتتاخد ان عنده فيه هيموراجيك انفاركشن, يعني عين جايب هيموراجيك انفاركشن كبير ونوت سيف ان انا ادي كليكسان هوبين او خايف من ريسك اوف بليدنج ممكن ادي نيورال انتي كواجولانت, بس ده مش ايفيدنس بيزد. الايفيدنس بيزد او الجايد لاينز الاوروبيان والامريكان بتتكلم ان في الاكيوت ستيج من صفر لاسبوعين ادي كليكسان هوبين وبيتر ان ادي كليكسان. طيب بعد اسبوعين المفروض العيان ده بيمشي على انتي كواجولانت لفتره تتراوح من 3 شهور ل 12 شهر, ادي ماريفان ولا ادي نيورال انتيكواجولانت؟ ممكن ادي نيورال انتيكواجولانت. في كذا مالتي سنتريك ترايل اتعملوا على الدابيجاتران والريفاروكسيبان, الاثنين دول بالذات وبالذات الريفاروكسيبان وكلهم طلعوا ان هو كومبارابل للماريفان ومور سيف عنه. وفي عينين كتيره عندنا شخصيا ماشيهم على نيورال انتيكواجولانت بقالهم سنه وزي الفل. طب هم ليه مش نازلين في الجايد لاينز؟ الجايد لاينز الاوروبيان اخر جايد لاينز نزلت سنه 2017 بتاعت الفينوس ثرومبوز, والامريكان 2012. من 2017 2012 ما كانش لسه ني اورال انتيكواجولانت يعني الترايز عليهم زادت. معظم الترايز عن اورال انتيكواجولانت بدات في 2016 و17 و18 و19 و20 تل هي ما نزلتش في الجايد لاينز, لكن في مالتي سنتريك ترايل كتيره بتتكلم ان الني اورال انتيكواجولانت بالذات الريفاروكسيبان سيف عن الماريفان وكومبارابل في الافكس, وبالتالي حضرتك ممكن تدي نيورال انتيكواجولانت بعد الاكيوت ستيج. لكن في الاكيوت ستيج انا افضل ندي كليكسان.
الا لو فيه هيموراجيك انفاركشن كبير ساعتها انت ممكن تدي نيورال انتيكواجلانت اساس انه مور سيف. تمام يا دكتور. في سؤال كمان. دير دكتور ويتش انتي بليبتيك دو يو بريفير ان الدري تيكن نوفل انتيكواجلانت؟ كويس. هو بص هو مثلا الليفوتيريسيتام بيتفاعل مع كل النيورال انتيكواجلانت، لكن ماحي مثلا زي الاوكسكاربامازيبين ما بيتفاعلش مثلا مع الدابيجاتران او تفاعله مع الابيكسابان والريفاروكسبان قليل، تمام؟ فانا ممكن اعمل دوس ادجستمنت مع الاوكسكاربامازيبين. اللاموتريجين من الحاجات اللي ما بتتفاعلش برضه معاهم ممكن اديه بصوره قليله. يعني الاوكسكاربامازيبين واللاموتريجين حاجه من الحاجات اللي هي ممكن تتاخد في الناس. الزونيزامايت برضه من الحاجات الكويسه، تمام، اللي ممكن تتاخد في الاولد ايج من غير تفاعل او غير دراج دراج انتر اكشن مع نيو اورال انتيكواجولانت. لكن الفالبوريك اسيد بيعمل دراج دراج انتر اكشن، الكاربامازيبين، الفيتايرسيتام، التلاته دول ليهم دراج دراج انتر اكشن ومستحبش يتاخدوا مع النيو اورال انتيكواجولانت. يبقى اذا الاوكسكاربامازيبين، اللاموتريجين، والزونيزامايت. تمام يا دكتور. في كمان سؤال. because you said levetiracetam decrease efficacy of novel، هو بس السؤال كده نعم فندم. هو السؤال دكتور because you said levetiracetam decrease efficacy of novel، بس كده السؤال. هو تقريبا قصده يعني ليه levetiracetam يقلل efficacy of novel؟ عشان الدراج دراج انتر اكشن، عشان هو بيأثر على يعني لو حضرتك لو رجعت للجدول هو هتلاقي الميكانيزم انه بيعمل اندكشن للليفر انزيمز اللي هي بتعمل ميتابوليزم للنيورال انتيكواجلانت، وبالتالي هو لما بيتاخد بيقلل الثيرابيوتيك رينج او بيقلل البلازما ليفل بتاع النيورال انتيكواجلانت وبيخلوه مش افيكاسي. فانت بتاخد الدواء وممكن يحصل لك استروك عليه، فكانك بتاخده ما خليتش من اثاره الجانبيه وما استفدتش منه. تمام يا دكتور. تمام. الصوت فيه مشكله. عندي ولا عندكم؟ هو لا، هو في حد بيتكلم تقريبا عامل صوت مشكله في الصوت. هو انت بص على الميكروفون وحاول تعمل ميوت اللي فاتح ميكروفون. اعتقد هي بيبقى باين عندك مين اللي بيتكلم، عامل لها ميوت. تقدر تعمل لها ميوت من عندك، هي ممكن تكون ما تكونش واخد باله وهو شغال على الميكروفون. تمام. هو في انا شايف سؤال دكتور مينا مينا صفائي بيقول لي لما استخدم انتيكواجولانت مع اسبرين استخدمه لغايه امتى، يعني لغايه وقت قد ايه؟ هو بص هو بحق اي حال من الاحوال ما تزيدش عن 3 شهور، تمام؟ وعاده بستخدمه شورت ديوريشن لغايه ما السبب بتاعت الاستروك يتحسن. سامعني؟ ايوه كده يا دكتور. انا عملت ميوت لكل الناس، بعد كده فتحنا المايك لحضرتك. اتفضل دكتور. تمام. بص يا فندم، هو انا لما اجي ادي الانتيكواجلانت مع الانتي بليتلت ده بديه لشورت ديوريشن لغايه ما الحاجه اللي عندي دي تتحسن. بمعنى ايه؟ عيان بيخش مثلا بروستيك فالف هدي له اسبرين مع انتيكواجلانت لمده لا تزيد عن 3 شهور. طب عيان كريسندو تي، يعني عيان بيخش في ريبيت ترانس اسكيميك اتاك نتيجه ان عنده سيفير كاروتيد ستينوزس ومش مستجيب على الدواء الانتي بليتلت، فده بعمل له ايه؟ بدي له انتيكواجولانت مع انتي بليتلت لغايه ما الراجل ده يا اما يركب كاروتيد ستنت يا اما يعمل كاروتيد اند ارتريكتومي، يعني عالج السبب. يبقى اذا ده ما بيمشيش عليه على طول، بيمشي عليه فتره معينه لغايه ما السبب يتصلح. ولو اضطريت امشي عليه فتره زي موضوع البروستيتك فالف يبقى الفتره دي لا تزيد عن الثلاث شهور عشان ريسك اوف بليد. تمام يا دكتور. هو في كمان دكتور حضرتك في دكاتره ريز هاند، فلو حضرتك ممكن من عينيا. تمام. هو في الدكتور طارق والدكتور محمد عبد الرحمن ريز هاند، في دكتور شادي. تمام. طب دكتور محمد اتفضل حضرتك. طب يا دكتور او دكتور طارق، هو عمل ميوت للصوت، اتفضل كده يا دكتور طارق. الو، السلام عليكم. ازيك يا سعاده الباشا، اخبار سعادتك يا فندم؟ دكتور احمد بيه، اهلا وسهلا بيك. طبعا انا بس يعني ببدو اعجابي الشديد بالمحاضره، وبنصح نصيحه لكل المدرسين المساعدين والنواب ان المحاضره دي
تتاخد، يا ريت احنا بس تتعب حضرتك وتنزلها لنا زي ما بتنزلنا المحاضرات دايما كده، تنزلها لنا وانا اول واحد يا ريت لو تبعتها لنا والله، لان هي فعلا تستاهل انها تتقري مره واثنين وثلاثه، وانا فعلا محتاج اقراها مره واثنين وثلاثه عشان تتحفظ. فيا ريت كل نصيحه لكل المدرسين المساعدين والنواب ياخدوا المحاضره ويقروها مره واثنين وثلاثه، انها فيها معلومات قيمه، والوقت بتاع المحاضره كان ممكن يكون اطول من كده طبعا لانها محاضره فيها معلومات دسمه، فانا محتاجين نقراها مره واثنين وثلاثه. ونصيحه لكل المدرسين المساعدين والنواب ياخدوا كوبي منها بعد اذن حضرتك ونقراها مره يا فندم. تحت امر سعادتك يا فندم. عينيا. وانا اولهم يعني طبعا في المدرسين المساعدين والنواب، لكن انا اولهم. انا بقول العفو يا سعاده الباشا. انا اقراها مره واثنين وثلاثه، فدي نصيحه ليهم يعني يقروها، لانها فعلا فيها ريكومنديشن كتيره عايزه تتظبط، وتبقى اجابات الاسئله دايما حاضره في دماغهم في الديفرنت سيتويشن اللي اتشرحت في المحاضره. واشكرك يا دكتور احمد بيه. لا العفو يا سعاده الباشا، كتر خيرك. شكرا. شكرا ليك يا دكتور طارق. دكتور برضو من ضمن الأسئلة اللي بتتسأل على الشات، حد بيسأل بيقول حياتك about bridging dear doctors theoretically during initiation of warfarin their activated protein C resistant and prothrombotic state and warfarin needs time to ward. My question dear doctor, don't you think that it's risky to not to bridging? بص يا فندم، هو القصة في بص theory and practice، يعني ايه؟ يعني في حاجات theoretical انا مثلا لما اقعد كده افكر بدماغي اقول والله فعلا ازاي اسيب العيان، بس في البراكتس اللي هي الكلينيكال ترايلز، هي الفكره ان كذا كلينيكال ترايلز اتعملت واخرهم اللي هي بتاعه 2019 دي، 2019 دي استخدمت داتا كمان من تو ترايلز قبلها، واحده اسمها راف ترايل وراف نيو اكس ترايل، يعني كذا ترايلز لقوا ان العين اللي بيعملوا بريدجنج دول بيحصل لهم كومبليكيشنز اكتر من الناس ما بيعملوش بريدجنج. عشان كده هو بره لما بيجي يدي ماريفان ما بيعملش بريدجنج، بيعمل ايه؟ بيجي في اليوم الاول ماده يدي ثلاث اقراص ماريفان، وبعد كده اليوم الثاني يدي قرصين، وبعد كده اليوم الثالث يدي قرص، يعني بيدي لودنج دوز ماريفان في الاول وبعد كده يقلل. اذا فهي القصه مش بالتفكير قد ما هي بالتجربه. يعني مثلا انا لو سبتها لدماغي، طب ما انا الانتيكواجولانت اقوى من الانتي بليتلت، اذا الانتيكواجولانت هيديني افكت احسن في البروفلاكسس اجينيك ستروك، لكن كل التراز تقول والله لا الانتيكواجولانت لما بتتاخد بتعمل بليدنج اكتر من الانتي بليتلت، وبالتالي هي ريسك بنفيت ريشيو. فالموضوع مش بالسينكينج قد ما هي اكتر بالترايز والايفيدنس بيسد والجايد لاينز. الكلام ده لغايه دلوقتي ممكن مثلا كمان سنه او سنتين يتغير بعد مثلا نيو اورال انتيكواجولانت ما ظهرت الموديفيكيشنز اللي بتحصل في الادويه، لكن في الوضع الحالي هو البريدجنج مش مستحب. والناس لو هتعمل بالماريفان، يعني ادي لودنج دوز ماريفان لو انا هدي ماريفان وبعد كده اقلل بالتدريج زي ما قلت لحضرتك، او لو انا عيان مثلا جات له ستروك وعنده ايف وهدي له انتيكواجولانت وهصبر اسبوعين يبقى ادي له اسبرين لغايه ما اقدر ادي انتيكواجولانت، انما ما اعملش بريدجنج لان ده ريسكي على العيان. تمام يا دكتور. هو في دكتور حضرتك في ده برضه دكاتره حضرتك ريز هاند، لو حضرتك احنا نستخدم ناخدهم حسب اللي ظاهر قدامي مين اللي في الاول. يعني هو في دكتور شادي محمد صفوت كان هو أول حد قدامي. دكتور شادي حضرتك اتفضل. ايوه الصوت واضح كده؟ اه واضح. شكرا دكتور احمد على المحاضره الجميله. انا بس يعني عندي سؤال ريجاردنج النيو اورال انتيكواجولانس في سبيشال كيسز زي مثلا السيرال فينوس ثرومبوزز. ده انت عارف حضرتك الانتيكواجولانت ده المين ستيف تريتمنت ايفن ذير از اليمنت اوف هيمريج. هي في الفينوس ثرومبوزز في السيرال بتتاخد بعد اسبوعين، يعني في الاكوت ستيج ايفيدنس بيست ما لهاش كلام، انما بعد اسبوعين في ترايلز كتيره اتعملت وبروفد بالذات الريفاروكسيبان اللي هو زاريلتو بتاعنا افكتيف از الماريفان. بالنسبه في اول 2 ويكس هو كده تقول كليكسان، لكن في بعض العيانين بيبقى عنده هيموراجيك انفاركشن كبير، وانا مثلا شخصيا كان في عندنا عيانين ثلاثه جايين بهيموراجيك انفاركشن كبير جدا تمام، وانا خفت ادي كليكسان واديت ريفاروكسيبان والعيان اموره سيف وعدت وقت زي الفل، وجربتها في كذا عيان وفعلا اموره بتبقى سيف. يعني اذا الموضوع ما فيهوش ابيض واسود، هو عاده المفروض تدي كليكسان في اول اسبوعين، لكن لو في بليدنج او ريسك بليدنج ادي نيو اورال انتيكواجولانت هتبقى امور سيف تمام. لكن تمام. بقدر الامكان في اول اسبوعين كليكسان، بعد اسبوعين يا ماريفان يا نيو اورال انتيكواجولانت. تمام. في البريجنسي طيب. والبريجنسي بعد الشهر الثالث ينفع تدي نيو اورال انتيكواجولانت تمام. لكن هم عاده بيفضلوا يدوا كليكسان، يعني بس بصراحه هو نيو اورال انتيكواجولانت سيف، يعني كانت الناس بتقول سيف بعد الشهر الثالث تمام.
الفاسكولايتس. بص هو عيان بعيان يعني الانتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم لقوا ان الماريفان سوبرير عن الـ عن الـ عن الـ على النيورو الانتي كواجولانت، لكن مثلا في حاجات زي السيستميك لوبس او في بعض انواع الفاسكولايتس الثانيه لا ممكن تدي نيورال انتي كواجولانت. تمام، فيكون العيان بعيانه يعني كل حاله بحالتها مش كلهم زي بعض. شكرا خالص صراحه، مبارك الله فيك، شكرا جزيلا. تمام يا دكتور. في دكتور اللي بعديه ريز هاند، في دكتور محمد احمد طارق. تمام، اتفضل دكتور محمد. ازيك يا دكتور احمد؟ يعني دكتور محمد محاضره رائعه، ربنا يبارك فيك يا دكتور احمد. شكرا يا فندم، كتر خيرك، محاضره جميله جدا كالعاده يعني. انا بس كان في سؤالين والله، يعني برضو دورت، برضو كنت عايز اخد يعني استعين بخبرتك طبعا في الموضوع. لو عيان مثلا بروستيك هارت فالف وفي لارج انفاركشن ميدل سيريبرال ارتري انفاركشن، كويس، انا دورت في الموضوع وهم يعني طبعا انيشيت اس ايرلي اس بوسيبل، بس طبعا ريجاردلس ان الانفاركشن ما تكونش لارج. ففي الحاله دي انا استعمل نفس الجايد لاين اللي هو بعد 7 ايام بالظبط بتاعت البليدنج بعد 7 ايام ولا بص يا باشا، هو أيوة. هو عندك كذا حاجه، بس انا هقول لك تعمل ايه. هو عاده تتابع الفولت ده كل يوم؟ لا 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 لا، هي الامر كالاتي، انت تتابع الفالف كل يوم بالايكو. لو طول ما الفالف شغال كويس تمام والامور كويسه، اخر اليوز بتاع الانتيكواجلانت على حسب الرول بتاعتنا. لو الفالف اللي بقت الامور بدات تبقى كومبليكيتد والراجل ابتدى يحصل له استكفاف، لا اشتغل على اللي هي بتاعت 6 ايام دي. يعني هم قايلين ايه؟ قايلين ان هم اقل فتره ممكن تدي فيها الانتيكواجلانت هي اسبوع. كان عامله البيشنت تمام معاك يا دكتور احمد، اتفضل كمل. ولغايه ما ياخد الانتي كواجولانت، يعني ما تسيبوش فاضي، اعمل زي الانجليز كده، ادي له اسبرين 300 مللي. تمام، يعني الاسبرين 300 مللي هيساعد شويه ان الامور ما يحصلش كواجوليشن، وفي نفس الوقت ايه هيديك شويه بروتكشن، وفي نفس الوقت ما هوش ريسكي. تمام، فهتدي اسبرين 300 مللي. لكن هنفذ نفس الرول بتاعنا اللي هو 0 3 و6 12 والله بص حسب السايز بتاع الفالف. بص حسب، لو العيان الفالف بتاعه مستحمله كويس تمام، وهو كان ماشي ريجولر على التريتمنت قبل كده، فالعين هو الانتي كواجولانتد وحصل له انفاركشن، يبقى ساعتها ايه هتصبر عليه. انما لو هو العين ما كانش ريجولر على التريتمنت والفالف بتاعه مش حلو، ممكن يحصل له ستك، انا افضل انك تمزه موضوع البليدنج كده بعد 6 ايام على الاقل. تمام. طب النقطه الثانيه برضو، سؤال ثاني برضو بالنسبه للهيموراجيك ترانسفورميشن، يعني لو عيان مثلا كارديو امبوليك وفي هيموراجيك ترانسفورميشن، في جريدنج للهيموراجيك ترانسفورميشن، احنا عندنا جريد 1 اللي هو بيبقى بيتيكال هيموريدج، في الباقي جريد لغايه لما نوصل اللي هو الجريد بارينكمال 2 تايب 2. تمام، لو جريد 1 هل هنفذ نفس الرول اللي هي بعد 14 يعني بيتيكال هيموريدج بس؟ لا بص، هو لو حسب، هو ماشي على الانتي بليتلت ولا انتي كواجلانت؟ لو هو ماشي على الانتي لو انتي كواجلانت انا افضل تشفته على نيو اورال انتي كواجلانت. تمام، طب لو هو مثلا فالفيولر اي اف، همشي على، خليك ماشي على المريفان، خليك ماشي على المريفان زي ما هو، لو هي حاجه مايلد تمام، عشان هي ريسك بنفيت بيشو، وتتابع الهيموراج. تمام، لو هو الامور بتزيد تمام وتكبر تمام خلاص، يبقى ساعتها ايه لا وقف واستنى ال 10 ايام او 10 ايام. يعني الجايد لاينز اللي حضرتك جبتها دكتور احمد دي بخصوص اللي هم التايب اللي هي البارينكمال اللي هي المراجك الكبير وتايب 2 بالظبط، انما الصغير هو بيتكلم على ايه؟ ان هو اهم حاجه بس ان الهيماتوما تبقى ستابلايزد، يعني ما يبقاش العين عمال ينزف. يعني انت مثلا هو في هيموراجيك ترانسفورميشن، الهيموراجيك ترانسفورميشن ده شغال ولا واقف؟ وبعرف منين شغال ولا واقف؟ في كرايتيريا معينه في السي تي بتقدر تقول لي الكلام ده، او سي تي وكونتراست في حاجه اسمها دوت ساين بتقول لي الهيموراج ده شغال ولا واقف. والله لو الهيموراج ده واقف يبقى ساعتها ايه؟ والله ده لو مايلد فعلا ممكن اكمل او ممكن اصبر. لو هو لسه ما وقفش لا ما تكملش، وقف الانتي كواجولانت لغايه ما الهيموراج يقف تماما، وكده تقدر تشوف بقى ايه تمشي الامور ازاي. طيب في نقطه ثانيه برضو بالنسبه لل يعني الفولو اب بتاع الهيموراجيك ترانسفورميشن، هل السي تي يكفي ولا الام ار اي ويز جريدينت ايكو اللي هو تي 2 ستار؟ انا برضو هو السي تي هو بيتم سي تي ويز كونتراست، بتشوف حاجه اسمها الدوت ساين. الدوت ساين دي اللي بتقول لك والله ان الهيموراج ده كونتينيو ولا ستوب. تمام، الجريدنت ايكو ام ار اي حاجه من الحاجات الكويسه اللي هو لو انت شاكك في مايكرو بليدز، لو في مايكرو بليدز. انما لو هو هيمرج قدامي، طب انت هتعملها ليه؟ ما هي قدامي في السي تي. لا انا قصدي لو حاجه مش باينه، ما انا ممكن برضو لو مش باينه اللي هي التوتو ستار الجريدنت ايكو زي الفل، انما لو باينه خلاص انا هعمل ليه جريدنت ايكو؟ ما هو باين قدامي بالظبط.
بالظبط بالظبط. وبيقيسوا بقى الهيماتوما فوليوم ويشوفوا الهيماتوما فوليوم بتزيد ولا ما بتزيدش. لا العافيه. اكيد طبعا اكيد اكيد. ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. شكرا جدا دكتور احمد. استاذنا دكتور محمد عبد الرحمن اتفضل. دكتور محمد. اه دكتور احمد اسعد الباشا. شكرا يا حبيبي. انا والله سعيد جدا بالمحاضرات بتاعتك وبالمحاضرات العامة اللي تقدمت في الستروك. يعني ان شاء الله يكون فيها فايدة كويسة للشباب يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم بإذن الله. هو طبعا في كان سؤالين او ديسكشن كده في حاجتين. هبدأ بالحاجتين اللي قالهم الدكتور محمد لان هم دول انا كنت هسأل فيهم. هو دلوقتي طبعا بتبقى انت في ديبيت ان انت يجي بتاع القلب يقول لك لا انا لازم تبدا انتيكواجولانت سواء ده بروستيك فال او امبوليك ستروك لازم العيان اي اف ولازم تبدا لي بانتيكواجولانت. اقول له العيان ده ما اقدرش عشان ان انا ريسنت ستروك والكلام ده لكن بضطر في الاخر ابدا انتيكواجولانت. هم بيعملوا ايه لو العيان دخل في بليدنج من المريفان او دخل في توكسيسيتي من المريفان بيقلبوا والعيان كان بروستاتيك فالف بيقلبوا على لو مولوكيولار ويت هيبرين لغايه ما الاي ان ار بتاعه يبدا يقل عن 2 او 2.5 ويبدا بعد كده يرجع بالمريفان او ما يرجعش. هل انا استنى الست ايام دول ولا ممكن في الفترة دي اللي أنا مزنوق فيها أبدأ بلو مولوكيولار ويتد هيبرين أفضل من النيو أنتيكواجولانت؟ طب بص يا باشا لو هو بروستيك فالف أنا مش هينفع أدي نيورال أنتيكواجولانت لأن هي مش مالهاش رول. إنما هو لو بروستيك فالف هو المفروض أدي ماريفان. هي الكلوكوميديشن اللي أنا جايبها الريكومنديشن اللي جايبها من الأوروبيان سوسايتي أوف كارديولوجي جايد لاينز يعني دي بتاعت الكارديولوجي. هو بيقولوا إيه لو العيان ده حصل له هيمورش يوقف الماريفان حتى لو بروستيك فالف وعلى الاقل ما ياخدش اي حاجه خالص. اقل حاجه يوقفه 6 ايام ما ينفعش يرجع قبل 6 ايام دي اقل حاجه. هو المفروض 13 يوم لكن اقل حاجه يعني لو اضعف الايمان 6 ايام. ودي الرسمه اللي انا جبتها حطيتها في المحاضره دي من الاوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي مش من نيورولوجي يعني دي الريكومنديشنز بتاعتهم تمام. وبالتالي لو عين حصله ماريفان هو ماشي على بروستيك فالف يقف ما ياخدش اي حاجه. لو انت عايز تديله عشان خايف عليه اديله اسبرين انا ما تدوش ماريفان او انت بقى خالص لان الريسك يعني اصل الفالف يا باشا بص الفالف لو حصل له ستاك واتقفل هو ممكن يخش ارجنت اوبريشن انما لو هو الهيمروج زاد وحصل له ارنيشن وما فيش حاجه هيموت خلاص تمام. بس هو الكلام اللي كان مبرر كده ان الهيمروج بتاع اللومولوكرا دوت هيبين اقل بكتير من الماريفان. يعني لا مش هو الفكره هو لو هو بيدو هيبارين مش كليكسان قصدي ان هيبارين لي انتيدوت فراكشنيتد هيبارين صح لي انتيدوت يعني لو حضرتك مثلا عايز تديله ادي على الاقل بروتامين سلفيت لو حصل حاجه هديله انتيدوت انما كليكسان لا انا اقصد هيبارين يعني اقصد هيبارين تمام. بس هو الريكومنديشنز الجديده اللي هي بتاعه 2018 اخر حاجه بتقول ما تديش حاجه خالص لمده على الاقل كل الريكومنديشنز حتى بتاع الامريكان ستروك اسوسيشن بتقول ان اي عين يحصل له هيموريج ما ياخدش على الاقل اسبوع اي انتيكواجولانت لان هم لقوا ان العيان دول ما بيحصل لهمش حاجه في خلال اول اسبوع يعني الكومبليكيشنز دايما بتبدا تظهر بعد اسبوع يعني لو مثلا مركب فالف ولا بيخش في اف اول اسبوع ده عاده بتبقى ليه الايفكت بتاع الادويه اللي كان بياخدها قبل كده لسه في جسمه ما بيحصلوش حاجه بعد اسبوع بتبدا تحصل المشاكل. هم عشان كده بيقولوا ايه ان اول اسبوع ده هو اللي المفروض نصبر عليه. لو انت عايز ترجعها بدري يبقى لازم تتاكد ان الهيماتوما دي استابلايزد يعني العيان مش شغال بينزل بالدوت ساين بالسايز بتاع الهيماتوما تقيسه بالراديولوجي انما لا ما هو عايز يرجعها بقى يرجعها ده ميديكو ليجل عليه. انما انا كنيورولوجيست ادي ريكومنديشنز اللي مكتوبه في الاوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي جايد لاينز والامريكان جايد لاينز بتاعت الاسبوع. هو في طبعا طرق كتيره لقياس الاكستندد هيماتوما لكن طبعا براكتيكالي ما بتبقى صعبه يعني اكيد طبعا الحاجه الثانيه دكتور احمد اللي هو الهيبرين اندوسد ثرومبوسايتوبينيا ده فيري كومون وكتير خالص بيحصل الكلام ده فعلا. انا زمان قريت ان عشان تتغلب على الموضوع ده بتعمل كومباينيشن او تبدا يوم قبل الانتيكواجولانت بانتي بليت.
هو المشكلة ده نوع من الالرجي ما تقدرش تمنعه وما تقدرش تتوقعه، يعني هو بيبقى زي كده ايه حساسية من الدواء، يعني مثلا ممكن تدي عيان مثلا لاموتريجين يخش في ستيفن جونسون ما تقدرش تمنع الحكاية دي، تمام؟ فهو بقى في ناس كده الرجيك بيطلع له انتي 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 بوديز اجينست البليتلت نتيجه للهيبارين او الكليكسان، بالتالي هو ما بتتمشيها بتتابع، بس لو لقيته ابتدى يحصل اوقف على طول، لان الاستمرار انا متذكر ذات نفسي وانا نايم كان في حاله زي كده وكان بياخد كليكسان وعمال يخش في ايه في بالمونري امبوليزم واكيوت اسكيميا، وساعتها ما كناش فاهمين، لدرجه ان واحد قال لك اكيد الكليكسان ده مضروب، وكانت يعني ايه مشكله الكليكسان اللي بيديه لنا مضروب، ما كناش عارفين ده هيبارين ديوس ثرومبوسايتوريا. في حاجه من الحاجات حاجه من الحاجات اللي كاتبها في الرساله، انا كاتبها في الرساله الكومباينيشن بتاع الانتي بليتلت مع الهيبارين او تبدا ايرلي وان داي وليها ريفرنس ممكن يعمل بريفنشن للهيبارين اندوس ثرومبوسايتوبينيا، بس بصراحه ريسنتلي دورت عليها ما لقيتش حد متكلم عليها كتير. هو فعلا ساعتك هم متكلمين، بس ان لو حصل بتقلب على الاريكسترا اللي هو فوندا بارينوكس او ممكن تدي نيو اورال انتيكواجولانت، ولو عمليه سيفير قوي تدي اي في اي جي، انما هو ما حدش اتكلم قوي على قصه الانتي بليتلت دي، قد يكون فعلا كانت موجوده قبل كده في الجايد لاينز لكن لما اتعمل لها ابديت اتغيرت. شكرا دكتور احمد وكتر خيرك وكل سنه وانتم طيبين. ساعتك طيب يا فندم، مع السلامه. مع السلامه. ناخد دكتور في حضرتك الدكتوره غيداء شحاته. اه يا فندم، ريز هاند. اتفضلي دكتوره غيداء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام، سعادتك، اخبار سعادتك، ازيك يا دكتور احمد وازيكم جميعا. في الاول طبعا بشكرك يا دكتور احمد على المحاضره القيمه الرائعه اللي زي ما تعودنا منك دايما. هو في سؤال وفي طلب. نبدا بالطلب الاول، هو يا ريت طبعا كم المعلومات اللي في المحاضره بصراحه كم هائل، وفي حاجات كلها ابديت بالنسبه للنيو انتيكواجولانت اللي معظمنا يعني تعاملنا معاها لسه برضو محدود. فهو الطلب كنا عايزين هاند اوت للامبورتنت زي التيبلز يا احمد وزي الحاجات اللي هي موجوده في المحاضره اللي هي يا ريت، والحاجات اللي هي الفولو اب المفروض اللي يتعمل والحاجات دي. ده حاضر. كان الطلب. السؤال، لو عندك عيان هاي ريسك اسكيميا زي مثلا حالات الفينس ستروك او وات ايفر يعني، والعيان ده ماشي على لو مولكولار ويت هيبرين، ودخل العيان عندك في هيماتيوريا تمام وهو هاي ريسك فور اسكيميا، واتش بيتر ان احنا نديله يعني نديله النيو انتيكواجولانت ولا نستمر على اللو مولكولار ويت انتيكواجولانت؟ والله بص يا فندم، هو طبعا هو الافضل المور سيف النيورال انتيكواجولانت، بالذات الابيكسابان اللي هو اقلهم في السيستميك بليدنج، يعني هم معظمهم نفس الافيكاسي لكن هو الابيكسابان ده اقلهم تمام. وهو حتى مثلا لو هو حتى احنا الجرعه بتاعته 5 مللي مرتين في اليوم، لو حتى لقيت ان بيحصل كمان بليدنج على 5 مللي مرتين في اليوم، انا ممكن اقلل الجرعه ليها 2.5 مللي مرتين في اليوم لغايه ما البليدنج يقف، بعد كده ارجعها تاني تمام. لكن هو طبعا لو هو ماشي على انتي كواجولانت وحصله بليدنج، افضل هنشفته لفتره ما على نيورال انتي كواجولانت لغايه ما اموره تستقر، وبعد كده نشوف اذا كنا هنرجعه اللي كان ماشي عليه قبل كده ولا يكمل على نيورال انتي كواجولانت. تمام، شكرا دكتوره غيداء. من دنيا دكتور برضو الاسئله اللي في الشات. شكرا يا فندم. من دنيا الاسئله اللي في الشات يا دكتور، حد بيسال الكاتب وين بات او بوت اون اورال انتي كواجولانت ديفلوب اس دي اتش. هي السبتور هيماتوما دي عاده يعني بتبقى حاجه تروماتيك او يعني ده فينوس مش ارتيريال بليدنج تمام، فالفينوس عاده بيبقى يا اما اتخبط في راسه حتى لو تريفيال تروما، فهو ممكن تحصل له سبتور هيماتوم عادي. بس انت قصدك امتى يرجع للتريتمنت بعد العمليه؟ ده لو قصد حضرتك بعد اسبوعين على الاقل، يعني لو عيان ماشي على اورال انتيكواجولانت وحصل له سبتور هيماتوم عمليه ايفاكويشن برجعه عليها بعد 2 ويكس، لان ده انترا كرينيال اوبريشن، فعرضه ان يحصل له يعني الاوبريشن ذات نفسها ممكن تعمل له بليدنج تمام، فانا افضل ان انا ارجعه بعد اسبوعين للعمليه، ولو هو بروستيك فالف يبقى على الاقل اسبوع بعد العمليه. تمام يا دكتور. في دكتور اخر دكتور معانا، الدكتور مينا صفاء شاكر، هو ريز هاند اخر حد معانا ان شاء الله. اتفضل دكتور مينا. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. بص يا باشا، لو عيانين رينال دلوقتي مثلا، عيان رينال مثلا يكون اي اف او كاردوميوباسي وماشي يعني انتيكواجولانت وحصل معاه هيماتوما،
مشكله العيانين رينال احنا ما بنبقاش عارفين نحكم شويه الموضوع عشان خاطر الكروني والفلكتريشن ريت ما بنقدرش نحكم شويه على الدوز بتاعه الانتيكواجولانت عامه. لكن بفرض لو انا مثلا عندي عيان رينال احسن من انتيكواجولانت ممكن استخدمه معاه، ممكن اعمل له مونيتورنج بطريقه كويسه ما يخلينيش خايف على العيان كل شويه بسبب الهيموريج. ولو لا قدر الله حصل حاجه زي الهيماتوم هل هي حته دي النور او انتيكواجولانت بيتاثر شويه بالدايليسيس؟ هو بص هو هو الكليكسان مش مستحب في اي عين رينال، فلو هو عيان رينال طلع الكليكسان من اللعبه تمام. فانت عندك حاجه من اتنين، يا اما تدي له هيبارين وماريفان او تدي له نيورال انتيكواجولانت. النيورال انتيكواجولانت بتتاخد في عين الرينال بس بتبقى بريديوس دوز. بمعنى ايه؟ مثلا اللي هو مثلا هيمشي على الاليكوس، الاليكوس 5 مللي مرتين في اليوم مثلا، ده السيرابيوتيك دوز. وهو رينال هدي له 2.5 مللي مرتين في اليوم. لو هو مثلا ريفاروكسبان المفروض ياخد 20 مللي هدي له 10 مللي تمام. لو هو لو هو مش هيمشي على نيورال انتيكواجولانت عايز تمشي على ماريفان، الماريفان ما بيحتاجش رينال مونيتورنج لانه ملوش دعوه بالكدني تمام، تقدر تمشي على الجرعه زي ما تمام. لو هو حصل له هيماتوما او مشاكل ممكن تدي له كابرون او بليتليت كونسنتريت او فريش فروزن بلازما، الحاجات دي بتعمل ريفرسال للايفكت بتاع الانتيكواجولانت. لكن انا افضل لو هو رينال وعايز تمشي على انتيكواجولانت افضل انك تمشي على نيورال انتيكواجولانت بسمول دوز اللي هي الـ reduced dose أو adjusted dose. طب معلش هو الجزء الأخراني اللي انت حضرتك اتكلمت فيه جزء الديسليبيديميا هو يعني هل فعلا خلاص يعني دلوقتي مثلا كان في ميتال أناليسيس عملت يعني من كويس إن لما بتقلل الـ LDL جامد الهيموريج بيزيد تمام. فهو ديبيت أخليه عالي والعين يخش في ستروك ولا وطيه جامد وعين يخش في هيموريج. فلقوا إن أفضل هو أصلي كان بيتكلموا إن LDL المفروض تنزل تحت 55 يعني لو شفت الجدول هتلاقي في ناس 5. فلقوا إن أفضل رينج العيان يبقى بروتكشن أجينست ستروك وفي نفس الوقت ما يحصلوش بليدنج هو من 70 لـ 100، وافضل رقم تخلي عليه ال LDL هي 70. وبالتالي تبص على ال LDL تبعي لو وصل عند ال 70 زي الفل، لو قل عن ال 70 توقف الانتي الاستاتين اللي انت بتديه لغايه ما يرجع تاني لل 70، يبقى تسيبه على ال 70. ال 70 ده البيست بروتكشن والليست لايبيلتي فور سيرفر. تمام شكرا جدا. شكرا شكرا دكتور مينا. دكتور يمكن اخر سؤال معانا حد بيسال بيشنت اون انتي بلاتليت اند انتي كوجولانت فور سيرجري وات كان اي دو؟ طب يعني هو ماشي على الاثنين ولا ماشي على واحد بس؟ هو لو ماشي على الانتي بليتليت، وفي المحاضره الاولانيه احنا كنا قسمنا العيانين للو ريسك اوف بليدنج ومودريت ريسك اوف بليدنج وهاي ريسك. لو هو ماشي على الاسبرين ولو ريسك اوف بليدنج يكمل عليه، لو ماشي على الاسبرين ومودريت ريسك اوف بليدنج يكمل عليه، لو ماشي على الاسبرين وهاي ريسك اوف بليدنج يوقفه، لو ماشي على كلوبيدوجريل ولو ريسك اوف بليدنج العمليه يفضل ماشي عليه، لو ماشي على كلوبيدوجريل والعمليه مودريت ريسك اوف بليدنج هقلبه مع الكلوبيدوجريل للاسبرين، ولو هي كلوبيدوجريل وهاي ريسك اوف بليدنج يوقف الكلوبيدوجريل. ده لو هو ماشي على الانتي بليتليت. طب الانتي كواجولانت لو هو ماشي على ماريفان والعمليه دي مودريت او هاي ريسك اوف بليدنج زي ما قلت لحضرتك يوقفوا 4 أيام قبل العمليه تمام، وبعد كده يبدا من اليوم الثالث ياخد له مولوكولار ويت هيبرين، وقبل العمليه بيوم ياخد الصبح بس وما ياخدش بالليل، يوم العمليه ما ياخدش، ياخد بعد العمليه بست ساعات على الاقل، وتاني يوم بعد العمليه نبدا نرجع له ماريفان تاني. ده حضرتك مكتوب في الجدول اللي في المحاضره وهنزله يعني هبعته لحضراتكم تمام. بعد العمليه بيوم بدا ياخد الماريفان تاني مع ولو مولوكولار ويت هيبر لان الماريفان بياخد وقت عشان يشتغل تمام. انما يعني موجوده في الجدول وانا هنزله على الصفحه بتاع الفيسبوك عشان بس الناس كلها تشوفه بالتفصيل. يعني لو هو العيان ماشي على الاثنين مع بعضيهم، هو بص هو الاثنين مع بعضهم زي ما اتحرك ان الكومباينيشن انتي كواجولانت انتي بليتليت مش المفروض يتمشي عليه فترات طويله وفيري سيلكتد انديكيشن لان ده كومباينيشن هازاردس للعيان. يعني عيان بروستيك فالف مثلا عيان ماشي عليه فتره مؤقته لغايه ما يعمل كاروتيد اند ارتروكتوم او يركب ستنت ما تمشيش عليهم فترات طويله، لكن لو ماشي على الاثنين مع بعضهم يوقف الاثنين ونعامله معامله اللي ماشي على الانتي كواجولانت مش اللي ماشي على الانتي. تمام يا دكتور. احنا كده يا دكتور خلصنا حضرتك كل الاسئله. يعني احنا بنشكر حضرتك جدا جدا يعني على المحاضره بتاعت حضرتك القيمه جدا والعلم اللي حضرتك قدمته لنا النهارده، وبنشكر حضرتك على كل الاجابات يعني، وبنشكر كل الحضور يعني، وبنشكر طبعا الدكتور محمد عبد الرحمن اللي هو سمح لنا ان احنا نسمع علم بالحجم ده في كل مره يعني. فنتمنى كده نشوف لحضرتك دايما على خير يعني يا دكتور احمد. شكرا يا فندم. شكرا، صباح الخير. شكرا لكم كلكم. شكرا يا فندم.